بقيمة 400,000 جنيه. إيه هي تفاصيل قرض الحج من بنك مصر؟ بنك مصر أعلن من ساعات عن تقديمه لقرض الحج واللي بتصل قيمته ل 400,000 جنيه، ودي تكلفة كاملة لبرنامج الحج. القرض ده البنك أتاح لي قسطه العميل على 10 سنين كاملة، وسعر الفايدة عليه بتبلغ 17% سنويا متناقصة حسب البرنامج. القرض ده ليه مميزات، منها أن نسبة التمويل بتصل 100%، وتقدر تاخد التمويل ده بضمان وعائد خارجي، يعني لو عندك شهادة استثمار. البنك زي ما أعلن في المصاريف الإدارية بتبلغ 1.5% من إجمالي قيمة التمويل، وبيتخصم مرة واحدة بس. وعلشان تاخد القرض ده لازم يكون سنك بيتراوح ما بين 21 سنة ل 60 سنة عند سداد آخر قسط في القرض. لو انت موظف هتروح البنك بشهادة مفردات المرتب الشهري وتعهد من جهة العمل بتحويل الراتب، ولو انت من أصحاب المهنة الحرة فلازم تقدم صورة البطاقة الضريبية وتصريح مزاولة مهنة وكشف حساب بنكي لمدة 6 شهور.